كلمتين دكتور عن الآية الكريمة وما ربك وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. السؤال يعني إذا هل تربية الأبناء تربية صالحة يعتبر من الإصلاح في هذه الآية ولا كيف نفهم الإصلاح؟ بس النص حبيبي وما كان ربك ليهلك القرى. أي نعم. ليهلك القرى. هو طبعا أيوة اللي طبعا دورنا إحنا أنا مطلوب مني أنني أقيم الإسلام في بيتي. أي نعم. ولذلك بعض الدعاء الأئمة يقولون أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقام على أرضكم. الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع. لمن أقيم الإسلام في بيتي وجاري يقيم الإسلام في بيته وجاري عن اليسار يقيم الإسلام في بيته وجاري في الدور الثاني اللي فوق مني على طول يقيم الإسلام في بيته وجاري اللي في الدور تحت مني يقيم الإسلام في بيته، هكذا يتكون الإسلام. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولما نسعى إلى تربية أولادنا وتنشئتهم على الصلاح وعلى التقوى، أنا أساهم في رفد المجتمع بلبنة صالحة تساهم في بنائه مستقبلا. ولذلك قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إن الفروع على أصولها ينبت الشجر. فلذلك مهمتي أنا يعني عفوا النص الكريم يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وربنا لما مدح سيدنا إسماعيل أبي العرب قال واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمره أهو الفعل المضارع أهو مش مرة واحدة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وبعدين دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بعدين سيدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعدين العبد الصالح كما في الأحقاف رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم. أي نعم.